السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وراد عناوين اخبار السودان اليوم الاربعاء 19 اغسطس 2020. بعد احداث جرد الحساب، مجلس الوزراء يوجه بالحذر في التعامل مع المواكب. حمدوك: مهمتي بحاجة لدعم سياسي وشعبي كامل. خطة استراتيجية لسد الفجوة بين شباب الثورة والقوات النظامية. الجمعة القادمة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. مصادر: تذبذب أسعار الدولار بالسودان سببه الشائعات وغلة الإجراءات الحكومية. أكد أن إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم. نتنياهو يرحب بموقف الخارجية السودانية. التعليم العالي تضع استراتيجية جديدة مدتها 10 سنوات. البلاد تودع المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور مهندس مهند أوهاج. وزير الدفاع يدعو حركتي الحلو وعبد الواحد للانضمام لركب السلام. سكان الفتيحة يشكون من عودة عصابات النيجرز. ارتفاع طفيف في أسعار السلع الاستهلاكية وركود في حركة البيع والشراء. عبد العزيز الحلو يوجه انتقادات لمفاوضات جوا. تيار المستغلين: قحط اختطفت الثورة وتريد تجبيرها لصالحها. نشر تعريف عن القمر الصناعي السوداني. شعبة مصدري الذهب: الدولة فاضت السيطرة على قطاع الذهب ونطالب بضبط الأسعار. السفير المصري بالخرطوم يهنئ الكنين بمناسبة تكليفه واليا على الجزيرة. تقرير: الذهب مضاربات تنذر بتوقف عمليات البيع والشراء. دعا لتقييمهم قيادي بالحزب الشيوعي: أداء المكون المدني بمجلس السيادة ضعيف. توأم بين الإدارات الأهلية بشرق السودان وحركة العدل والمساواة. التقى سلفا كير بجوا. حميدتي يؤكد توقيع اتفاق السلام خلال أيام. تلقى تنويرا عن زيارة مدبولي. مجلس الوزراء يحتمد إعادة جامعة القاهرة الفرع ومؤتمر استثماري مع مصر. التربية تكشف عن تحديات تواجه مجانية التعليم ومراجعة المناهج. المتحدث باسم الخارجية السودانية: لا ننفي وجود اتصالات مع إسرائيل. رد سريعا: نتنياهو، نرحب بموقف الخارجية السودانية الذي يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه البرهان. السودان ضامن للبروتوكولات السياسية والأمنية لسلام جنوب السودان. ورشة القطاع الزراعي توصي بضرورة الاهتمام باستخدام الطغانة.
ولنهر النيل تترأس الاجتماع الثاني لمجلس تنسيق التعدين بالولاية. التمويل للموسم الزراعي يتضاعف بولاية القطارف. وزير الدفاع: انضمام حركة عقار سيزيد الجيش قوة وتماسكا. وزير الزراعة يدعو شمال كردفان للتوسع في زراعة القمح. الثورية: اتضحت ملامح الاتفاقية ونقاط قليلة تحتاج لقرارات حاسمة وتنازلات. إقالات بالجملة في محلية كراري تنفيذا لمطالب الاعتصام. وزير الثروة الحيوانية السابق: يجب الاتفاق مع السعودية حول مناعة الماشية. الري تحذر من ارتفاع إيراد نهر عطبرة. إنشاء مجلس للجودية في جنوب كردفان. هيئة محامي دارفور ومكتب المبعوث الأمريكي يبحثان دور مؤتمر البناء الوطني. تراجع طفيف للدولار. مذكر المحافظ: بنك السودان المركزي للإسراع بإنقاذ بنك الأسرة من الانهيار. وزير الثروة الحيوانية يطالب جهات عليا بالسماح باستئناف صادر الهجن. توقف العمل بجميع مراكز التأمين الصحي في الجنينة. وكيل التجارة يطالب المعادون للخدمة المساهمة في ترقية العمل. استئناف الدراسة للخريجين بجامعة وادي النيل سبتمبر المقبل. الجراي: اتجاه لتحديد المذاق العلمي والأدبي من الصف الثاني ثانوي. الحزب الشيوعي: الحكومة تضع قدمها على حافة السقوط. نقابة المحامين تحذر من المساس بالثوار والتعدي على حقوقهم الدستورية. عروض من شركات سويسرية لتحلية مياه بور سودان. عمان: الاتفاق سيساهم في بناء جيش وطني لحماية كل السودانيين. استئناف الدراسة بجامعة شندي 13 سبتمبر القادم. خلافات جديدة بين دول سد النهضة حول تفسير إجراءات دمج الاتفاقيات. السكة حديد تعلن تسعيرتها لتذاكر قطارات النيل والجزيرة. شنغراي يؤكد هدوء الأحوال الأمنية في بور سودان. أحمد عبد المنعم يكتب: البوش نموذجا، المناصب تغير المطالب. حمدوك: نعمل لإنتاج نموذج سوداني للعدالة الانتقالية. مذكر الطعن ضد قرار تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة متهمي انقلاب 89. شرطة الجوليد تهاجم قرية شبتوت بحري بالجوليد لليوم الثالث على التوالي وتحتل 42 مواطن.
التحقيق مع علي عثمان بشأن تصفية بنك الصفا. لن يطال الفيضانات بمرة وتطالب المواطنين بالحذر بعد توقع زيادات كبيرة. الحلو مفاوضات جوبا محاولة لتحقيق سلام جزئي. ستة عشر ولاية لم تسجل إصابة جديدة بكورونا، والخرطوم الأعلى في الإصابات. توصية بنقل والي كسلا إلى إحدى ولايات كردفان. جناح عقاري وقع بالأحرف الأولى على اتفاق الترتيبات الأمنية. ستون إصابة كورونا وواحد وثلاثون حالة تعافي وثلاث وفيات الاثنين. السودان وأثيوبيا بحسان التعاون في مجال الطاقة وزيادة الإمداد الكهربائي. مستشفى إماراتي بالضعين يكتمل في 60 يوما. لجان مقاومة تبدأ إصدار جداول التصعيد الثوري. مبارك الفاضل في لقاء بسكاي نيوز عربية، نأمل أن تطوى صفحة البشير مع إسرائيل. نهر النيل تتصدر إصابات الكورونا في 26 إصابة مقابل 24 للخرطوم. لجنة التنظيم والترقية إعادة صادر الماشية من السعودية لا علاقة له بالبواخر. وزير سابق يطالب حمدوك بإغالة الشيخ خضر. وزير الطاقة السابق لا بد من تصحيح مسار الثورة من مكتب حمدوك. وزارة الخارجية تتبرأ من تصريحات المتحدث باسمها بشأن التطبيع مع إسرائيل. عمر الدقير المواكب وسيلة مشروعة دستوريا. انتقادات شديدة اللهجة لحمدوك من لجنة الأطباء وتجمع المهنيين. ارتفاع حالات الإصابة كورونا إلى 12546 حالة. مسؤول حكومي الرباعية لم تصدر توصية باستبدال والي كسلا. الحكومة الشعبية يناقشان تنقيح ورقة القضايا السياسية. استئناف الدراسة بجامعة نيالا تدريجيا. سفير سوداني يطالب البرهان وحمدوك بكشف تفاهمات سرية مع إسرائيل. مبارك أردول تشكيل قوة مشتركة لإنفاذ القرارات الخاصة بالتعدين. اعتصام في جنوب دارفور يطالب بالخدمات وهيكلة قحط. نتنياهو إسرائيل ستجعل سلام السودان ممكنا. أخبار الرياضة. بقيادة عمر البكري أبو حراز وطه علي البشير شخصيات مرموقة تقود مزعى لتقريب وجهات النظر بين الوزارة والاتحاد. مستوصف علياء لاعب الشرطة محمد المصطفى غير مصاب بالكورونا.
شداد لن نلجأ للجنة الطوارئ الصحية. حي الوادي يكتسح الخرطوم بالثلاثة أهداف. بانج أفريكانز لا نفكر في ضم شيبوب. نادي جزائري فوج جمال سالم. البوشي تجتمع بالمدربين الخميس. ملفان على طاولة المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم. العم شبشة الكاردينال يضم أقدم عامل بالهلال للجنة التطبيع. نصر الدين حمدتي بنك الخرطوم أكد تسليم الأندية الدولار نقدا. ورشة تطوير الحكام تنطلق تحت إشراف الفيفا. طعن أعضاء جمعية الهلال يعطل رئاسة الكاردينال للجنة تطبيع الهلال. سكرتير هلال الساحل لن نسرح اللاعبين وندفع ثمن خلاف الوزارة والاتحاد. شداد الاتحاد غير ملزم ببروتوكول صحي تضعه وزارة الشباب والرياضة. اتحاد الكرة يتلقى اخطار من بنك الخرطوم بشأن أموال مودعة للأندية. النادي أكد عدم علاقته به. تصاعد خطير في تزوير خطاب الأهلي والإدارة تتخذ الإجراءات القانونية. حي العرب والسودان يتغلب على منتخب مدني. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.